ارحب بيكم في افتتاح اول قناه نوبيه يوميه لاول مره في التاريخ اللغه النوبيه في الاعلام المرئي. نوبا تيوب هتحكي عن النوبه، تراثها، ثقافتها، تاريخها وعاداتها، افراحها واحزانها، وكمان الامثال بتاعتها وشخصياتها وكتبها، وكل ده باللغه النوبيه. نوبا تيوب هتخلي النوبه في العالم كله، وده لاننا بنترجم المحتوى بتاعنا لاكثر من لغه عالميه. النوبه تيوب رؤيه مجتمعيه باللغه النوبيه من نبض قلب النوبه للعالم كله. ودلوقتي مع كلمه مدير مركز حدود للدعم والاستشارات ومدير مشروعنا النهارده الاستاذ محمد علي. السلام عليكم. أنا محمد عزمي، مدير مركز حدود ومدير مشروع نوبا تيوب. إحنا كان حلمنا في مركز حدود إن إحنا نعمل حاجة خاصة بالنوبة، حاجة خاصة بالتراث النوبي، حاجة تمس أهل النوبة. إحنا في عندنا مشكلة خاصة بالنوبيين، أنا كنوبي عندي مشكلة اللي هي الرطانة. الشباب كلهم بتوعنا او شباب النوبة كلهم، الاجيال اللي زينا واللي اكبر مننا عندهم مشكلة انهم يتكلموا. في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهمش دلوقتي، في ناس فقدت خالص اللغة. فكان همنا الغالب ان احنا نحاول نوجد وسيلة لاعادة واحياء اللغة النوبية مرة ثانية. فكرنا كتير في مركز حدود ايه اللي ممكن نعمله. وجدنا ان الاعلام المرئي هو اسهل طريقه توصل لاي حد اللي انت عايز توصله. دلوقتي الاعلام المرئي هو اللي بيكون الثقافات. احنا اي حد فينا قاعد ليل نهار على السوشيال ميديا، سواء فيسبوك او تويتر او غيره، فمن السهل بالنسبه لنا ان احنا طول ما احنا قاعدين على الفيسبوك ممكن نفتح فيديوهات خاصه بالنوبه ونلاقي تحتها ترجمه. الموضوع بيبقى سهل بالنسبه لنا، الموضوع هيبقى يعني ممتع بالنسبه للناس اللي ما تعرفش عن تاريخ النوبه. كتير بيسمعوا عن النوبه وكتير بيسمعوا عن اغاني النوبه وكتير بيسمعوا وبيتفرجوا على رقص النوبي، بس هم بيدندنوا على الطرب او على اللحن، بس هم مش فاهمين اساسا ايه اللي الناس دي بتقوله. فاحنا ابتدينا نعمل حاجه توصل صوتنا وتوصل احساسنا وتوصل لغتنا للعالم كله. اعضاء فريق نوبا تيوب اللي كانوا قدموا من شويه دول مترجمين نوبا تيوب. احنا بنترجم القناه للغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه والبرتغاليه وان شاء الله قريب الالمانيه. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل لغتنا لكل العالم، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوجد وسيله اعلام بديله. احنا طبعا الاعلام الحكومي عنده مشكله شويه، ما عندوش عنده مشكله عن اللغه النوبيه، ولكن يعني ما فيش اهتمام باللغه النوبيه. فاحنا بنحاول نلاقي وسيله يتمتع بها النوبيين انهم يصلوا ثقافتهم النوبيه. المشروع هدفه ان احنا خلال 5 سنين يبقى في عندنا منصه اعلاميه كامله بواسطه مش شباب نوبي بس. على فكره احنا في المشروع في شباب اسوالي وفي شباب من الجعافره. الفكره كلها انهم مؤمنين بالفكره ان هم بيوصلوا رساله، مجرد رساله، مش موضوع عنصريه او نوبيه او انفصال او غيره زي ما الناس بتقول. لا بالعكس، ده الشباب مؤمن بشكل كامل باللي هو بيعمله، شايف ان هو بيعمل حاجه هتوصل للعالم باسمه، شايف ان هو بيعمل انجاز. فدي اول حاجه احنا فكرنا فيها في رؤيتنا. احنا بنذيع لمده ساعتين كل يوم، وان شاء الله خلال الخمس سنوات الجايين بدعمكم. طبعا احنا مش هنعرف نشتغل لوحدنا، احنا محتاجين دعم الناس معانا. احنا تعبنا في القرى، كنا بنروح نصور في القرى، الناس كانت بتخاف تسجل بالنوبي، ودي كانت مشكله كبيره بتواجهنا. كنا اول ما الناس كانت بتبقى واقفه قدام الكاميرا بتتكلم عربي، بيكلموا نوبي، الموضوع نفسه كان صعب بالنسبه لهم، على الرغم انهم بيكونوا بيتكلموا مع جنب الكاميرا بعيد عننا بيتكلموا بالنوبي، بس اول ما تيجي تحط الكاميرا قدامهم بيقلب عربي. دي مشكله، دي كارثه احنا اكتشفناها اول ما ابتدينا نصور، وابتدينا بقى نقول للناس لا اتكلم نوبي، لا اتكلم بعد اذنك اتكلم نوبي، احنا عايزينك تتكلم نوبي. طب انا مش هعرف افهمكم بالنوبي، لا اتكلم نوبي حتى لو انت مش هتفهمنا، احنا عايزينك تتكلم نوبي. احنا يعني بنحاول نوصل لاقصى قدر من الاهتمام باللغه النوبيه. اللغه النوبيه بتشكل جزء رئيسي من الهويه الشخصيه النوبيه لينا كلنا.
انا شاكر جدا بحضوركم، ويا ريت تستمتعوا بفقرات الحفل، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.